بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان الأشرفان الأنوران الأعطران الأزهران على سيد الخلق والمرسلين سيدنا محمد النبي الأمي الأمين، وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أهلا بحضراتكم، ولا زلنا مع اللحظة الفارقة. النهاردة اللحظة الفارقة هنقفها مع الشباب لندرك اللحظات الفارقة في حياة كل شاب، وكيف يستغل هذه المرحلة العمرية من حياته حتى لا يفوت العمر ويقف باكيا كأبو العتاهية عندما قال: بكيت على الشباب بدمع عيني، فلم يغني البكاء ولا النحيب، فيا أسف أسفت على شباب نعاه الشيب والرأس الخضيب. عريت من الشباب وكنت غضا كما يعرى من الورق القضيب، فيا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب. أربع أبيات هي قصيدة كانت للشاعر أبو العتاهية، سماها بكيت على الشباب بدمع عيني، لكننا عارفينها في الأوساط بتاعتنا غالبا بالقولنا يا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب. احنا عاوزين نقول المشيب احنا جيناك بشباب عملنا فيه بكل طاقتنا وقوتنا، أدركنا في شبابنا اللحظات الفارقة، عايزين لما نكبر نقول ان احنا استطعنا ان احنا نعيش الحياة الصحيحة. الشباب هو زمن العمل، لأنه فترة قوة بين ضعفين، ضعف الطفولة وضعف الشيخوخة. ومن ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اغتنم خمسا قبل خمس: شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. الحديث ده بيوقفنا كتير عشان الإنسان يقعد يفكر في مرحلته المهمة في حياته. ومن ثم ربنا سبحانه وتعالى هيسأل كل عبد من العباد عن نعمة الشباب، كيف تصرف فيها وماذا فعل وبما أبلى هذه المرحلة المهمة من حياته. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن خمس: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وماذا عمل فيما علم. الكلام ده بيخلينا ننظر في كلام سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم ونتأثر بما قاله صلى الله عليه وآله وسلم عن هؤلاء السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ومن بينهم شاب نشأ في عبادة الله. سيدنا ابن عباس رضي الله عنه بيقول لنا إن ربنا سبحانه وتعالى ما أتى الله عز وجل عبدا علما إلا شابا، والخير كله في الشباب. ثم تلا قول ربنا تبارك وتعالى: قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. وقال الله تعالى: إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. وقال الله عز وجل: وآتيناه الحكم صبيا. قالت حفصة بنت سيرين: يا معشر الشباب اعملوا فإن العمل في الشباب. والأحنف بن قيس قال: السؤدد مع السواد، أي من لم يسد في شبابه لم يسد في شيخوخته. هل كان صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه شباب؟ أيوة، منهم أسامة بن زيد رضي الله عنه، والذي أمره النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يكون أميرا وأمره على الجيش، وكان عمره 18 سنة. وهذا يعني يعتبر مثل رائع من إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعلمنا. حتى عتاب بن أسيد لما النبي صلى الله عليه وسلم استعمله على مكة لما سار إلى حنين كان عمره نيف 20 سنة.